شنو الرأي ديالك في التفاهات اللي ولينا كنشوفو بزاف مواقع التواصل الاجتماعي؟ الشعب كيبين على مستوى ديالو، مستوى الوعي، انك كتشوف واحد ما كيدير والو كيطلع في طوندونس يوتيوب مثلا فيسبوك، كتلقى في المدرسة كتلقى صورتو. الشعب اللي كيطلع هادشي هو اللي يقدر يهبط هادشي، حنا اللي كنتحكموا في هادشي. بنادم اللي كنعجبو داكشي راه كيبان لك المنشور تيجتاح مواقع التواصل، كان داكشي خايب وعاجب الشعب راه كيطلعوا حتى هو في مواقع التواصل. ما كانش عندنا واحد الصوره انت ملي تبغي تدخل فيسبوك شنو تشوف فيه؟ شي حاجه مثلا تكون مفيده. عطيني مثال ديال هذا المفيد. شي حاجه مثلا معلومات، شي حاجه بحال هكا، ماشي بحال هادشي ديال اكشوان اكروان. راه على حسب الوعي ديال المجتمع، فهمتي كيفاش؟ بنادم عندنا هنا هو عزيز عليه ديك التفاهات وكاك وداك الشيء، اش منين نقول ليه؟ اشي اللي نقول ليه؟ اش بالك انت في هذه القضيه؟ وداكشي اش نقول لك، داكشي راس مالي، فهمتي؟ كل ما درت شي حاجه زوينه راه غتجيب فلوس.